كنا مسرورين من جتنا الدعوة البيت على تكليف ابننا، وهذا الشيء يصب بمصلحة أولادنا ومصلحة المجتمع بشكل عام. هاي مبادرة كريمة، أولا تشجع الطلبة والعوائل، تربيهم على آداب الدين الإسلامي، معالم الدين الإسلامي، يفهمون ذلك من خلال هذه الاجتماعات واللقاءات إن شاء الله. إقامة أمثال هذه المؤتمرات وهذه التجمعات الإسلامية المباركة حقيقة يشجع على الالتفات والتمحور حول المرجعية المباركة وجهودها المتمثلة بالعتبات الحسينية والعباسية وفيما نحن فيه، سيما قسم التربية والتعليم، حقيقة مباركين كثيرا. مبادرة جميلة من العتبة العباسية المقدسة، انه قاعد ترجعنا على مسيرة ابو الفضل العباس عليه السلام. سن التكليف هو انه يعبر الولد من عمر الى عمر اخر، اتكلم بها حيصير عليه حقوق وواجبات مثل الصلاة والصوم والزكاة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما وصى القرآن الكريم. هذا شيء جميل جدا، لان هذا راح يودينا على الطريق الصح ونلتزم بديننا اكثر، وبالتالي راح نتوفق بجميع امورنا بالحياه ونتوفق بالدراسه. احنا اذا ما نلتزم بمبدا اهل البيت عليهم السلام ومبدا الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن شو نريد ننصر الامام المهدي؟ اليوم سوف نؤدي العهد امام المجتمع والمدرسه والعائله، سوف نحذو حذو اهل البيت عليهم السلام، وسوف نكون مناصرين ومحابين للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه. نشكر سماحة السيد والأمانة العامة العتبة العباسية على هاي المبادرة الجيدة جدا والمفيدة لكل أولاد بلدنا. نحن كآباء وأيضا كأمهات نشكر إدارة العتبة العباسية المقدسة وقسم التربية والتعليم، ويعني نشجع على إقامة هذه المهرجانات المباركة.